أول المباريات تتوالى ولا تتشابه. لغة الأرقام والإحصائيات أمر جميل جدا، لكن يهمنا نحن كإعلاميون، يهم الجمهور الرياضي، لكن واقع الميدان يختلف عند الطاقم الفني واللاعبين. هذا أكيد. احنا هذه الأرقام اللي ربما نرفع بها المعنويات خليناها على نطاق ضيق، على نطاق ضيق، لكن ما فعله منتخب بوركينا فاسو، ربما الإعلام في بوركينا فاسو داروا مقارنة وداروا إحصائيات وحسابات، ولكن الاتحاد البوركينابي لعب على الدعاية، لعب على الحرب الإعلامية، لعب على الحرب النفسية، لأنه في النهاية ومقتنع بأنه الإحصائيات تسقط أمام الموعد هو موعد المباراة. يعني كي حط الإحصائيات في ميزان وتحط التأهل في ميزان، أنا ماذا بيا نتأهل ولو كنت خسرت مع بوركينا فاسو 30,000 خطرة. هاو قلت لك باش حنا ما نخرجوش على الكادر، ما نعيشوش في يعني ما نقولش في الأحلام، لا جوا فرحة التأهل قبل التأهل.